الثناء وكل التكريم في هذا اليوم السعيد. طبيعة الحال الأعمال ديالو والخدمات ديالو والاجتهادات ديالو والتضحيات ديالو من أجل رفع شأن بلادنا سواء في مجالاته العملية أو الاهتمامات الأخرى، كل هذا جعل منه مديرا جهويا محبوبا وعزيزا على الجميع. ننادي السيد محمد الزويري المدير الإقليمي لوجدة لتكريم السيد المدير الجهوي. ديما انا كنآمن بليكيب، طراي ليكيب مهم بزاف وجميل كاين كسوا لو دوغري دي ريسبونسابيلتي، من العون الصغير اللي كيوقف في الباب حتى رئيس المصلحه، رئيس مصلحه التنسيق ديال الفيالق، وهذا العون كامل جمركيين بما في معول المكاتب بما في معول الفيالق، وهذا كما قلت لكم يد وحده ما كتصفقش. وهاد الانجازات اللي وصلت ليها مدير الجهه والشرق في 2019 وهذا هي الثمره ديال الجهود ديالكم كاملين. تخلد المديريه الجهويه لجمارك الشرق اليوم العالمي للجمارك كباقي المديريات الجهوية على الصعيد المملكة، واللي اختير ليه في هذه السنة من طرف المنظمة العالمية للجمارك الجمارك في خدمة الإنسان وازدهار الكوكب والحفاظ عليه. وهذه مناسبة لاستحضار الإنجازات التي قامت بها هذه المديرية خلال سنة 2019 المتمثلة خصوصا في محاربة التهريب، حيث تمكنت هذه المديرية في هذا الإطار من تحقيق الأهداف المسطرة في سنة 2019. والهدف الثاني هو مرافقة النسيج الاقتصادي على صعيد الجهة، حيث تمكنت من إنجاح هذه المهمة بفضل الجهود المبذولة بالتنسيق مع جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين من سلطات محلية ومتدخلين مختلفين. هذه الجهود مكنت من فتح خط بحري مباشر مكن من استقبال بضائع محملة على سفن قادمة من موانئ أجنبية كانت ترسو سابقا في ميناء منيا السليمة. وهذه مناسبة أيضا، هذا اليوم هذا مناسبة أيضا لتوشيح وتكريم الجمركيين المتقاعدين وأيضا بعض الجمركيين العاملين الذين تميزوا خلال أداء مهامهم في سنة 2019. وشكرا. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للجمارك نظمت المديرية الجهوية للشرق بتنسيق مع المكتب الجهوي للجمعية الجمركية حفلا لفائدة الأعوان الجمركيين المزاولين المتقاعدين. خلال هذا الحفل تم تكريم المجموعه من الاعوان الجمركيين المتقاعدين والمزاولين. اذا نحن هنا اليوم بصدد الاحتفال باليوم العالمي للجمارك اللي كيصادف 26 يناير من كل سنه. الموضوع ديال السنه كان العمل الجمركي في قلب الاستدامه في قلب العمل الجمركي من اجل حمايه الانسان والطبيعه والبيئه، وهذا فعلا هذا كيدخل في صميم العمل ديال اداره الجمارك منذ القدم. حمايه الاقتصاد الوطني ما هو الا حمايه المناصب شغل، وبحمايه مناصب شغل كنكونوا كنحميوا الانسان من التشرد ومن الضياع وارباب الاسره. حمايه الحدود من دخول سلع فاسده ولا غير صالحه للاستهلاك الا بحضور السلطات المختصه اللي كتفتح ساعات عاد نستخلصوا المكوس عليها، هذه كذلك حمايه للمستهلك. وحتى الدور اللي ما كيعرفوش العموم هو ان حمايه ديال النباتات والحيوانات المهدده بالانقراض، كذلك الاداره عندها دور فعال في هذا الباب، هذا انها كتحمي هذا، وهذا كيدخل كله في اطار حمايه البيئه، وهذا صميم العمل الجمركي. أضيف إلى ذلك أن إدارة الجمارك إدارة مواطنة بمساهمتها في أنشطة اجتماعية لذوي الاحتياجات وعبر التعاون الوطني ومع السلطات المحلية.